كسبها في المطوع كانت 3 جنيه ايوه وان اعلى وان الزياده اقل زياده موجوده هي 15% بتاعت الكيلو واللي في النص في حاجات 20 في حاجات 25 في حاجات 30 في حاجات 40 في في لا في المية يعني احنا بص لما بصينا على الزياده ما بصيناش قلنا ممكن ابني يزيد كذا وهو يبقى يزيد كذا ايوه ما هي المسافه ما هو ما انت هتلاقي اساسا تذكره الصعيد اكبر من تذكره الاسكندريه فاحنا لما بتزود هتزود مثلا 20% فده هيزيد 20% وده هيزيد 20% بس مثلا ده كان ب 10 جنيه هيبقى 12 ده كان ب 30 لما تزودها هيبقى ب 36 مثلا لو 20% لو 20% يعني انتوا استقريتوا ان هتبقى 20% لا ما استقرناش بقول لك انا بقول لك احنا لسه ما استقرناش على النسب نسبه ال في اي بي ديت هي اللي بقول لك في حدود 15 دي استقرت 15 20% كل ما هتنزل تحت كل ما هيبقى اكبر احنا في اي بي ده اقل حاجه علشان هي اساسا تستقر اصلا عاليه يعني انا لو هكتب احب اكتب 15 ولا 20 كفي اي بي عشان اخلص من الجزء اقل زياده تمام موجوده الزيادات لغايه دلوقتي بقول لك ما برضه مفيش استقرار نهائي عليها هي 15% يعني انا اقل نسبه شايفها في الجدول 15% تمام بقيه الجدول في كل حاجه بقى لغايه انت شفت انت بقول لك الجنيه دي بقت 3 جنيه يبقى دي معناها زادت 200% تمام الجنيه 3 جنيه اسكندريه لا ما زادتش 200% على فكره لا مش 200% لا بقول لك 2 جنيه بقول لك 2 جنيه اي 2 جنيه 200% لا ما هي 200 جنيه الجنيه اللي بقى 3 جنيه دي معناها 200% بس احنا ما زودناش 200% مفيش الجدول ما فيهوش 200% خالص خالص هو في ايه هو في ايه احنا مثلا قول مثلا يعني هديك مثال ان احنا هنزود المميز والمطور 100% بس ايه بس حطينا حد ادنى اسمه 3 جنيه طب نسهل على الناس الجنيه بقى 3 جنيه تمام الكام بقى الكام بعد كده بس انا خايف الجنيه بقى 3 جنيه ان معنى كده كل حاجه تضرب في 3 لا 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 خالص ولا حتى في المطور ان كل حاجه تضرب في 3 بصراحه الرحلات الحاليه سعرها تذكرتها جنيه واحد ستصبح 3 جنيه قال ايه بنك 2 القاهره اسكندريه تذكرتها لا يعني التوجه ان احنا هنطبقها يعني على طول يعني على طول انت حتى لو خدت بص عشان تبقى فاهم الموضوع انت حتى لو قلت بكره انت السكه الحديد بتفتح حجز التذاكر لمده 15 يوم فانت ما عندكش انا 25 فانت لازم لما تطبقها تقول بعد 15 يوم تمام اللي هو امتى يعني بعد ما تاخد القرار ب 15 يوم بالظبط يعني انا مثلا النهارده القرار هيتاخد لا القرار هيتاخد وزن ايام يعني بس تنفيذه هيبقى مع اخر يناير مثلا يعني ممكن اول فبراير اخر جنيه بالكثير اخر يناير اول فبراير لكن مش مع ردات السينما الماليه زي ما الكلام طلع لا من امبارح للنهارده لا ده مجرد ده المترو لا مش المترو بعد ما احنا اللي هي الثالثه الوزير امبارح قال 40 مليون احنا اكتر من 40 ايه؟ يعني 42 هي حاجه 40 هي اعتقد دلوقتي في حدود 45 46